لسه خطة خارج التغطية. بتكون غازت لها بشي مكان فلا تخافي عليها. ايه بس يعني امتحانات رح يبلشوا بعد يومين وهي لا حس ولا انس. هي جن لانه لكن موتوا اعرف شو اللي صاير بيناتكم لحتى كرهتوا بعض لهالدرجة. ما بكرهها ولا حاططها على بالي كلها على بعضها. اتصل بامها بلكي صاير معها شي. شو بده يصير معها يعني؟ بعدين بلكي قايلة لامها انه هي عنا. انا هيك كنت عم اقول بس والله قلقانة عليها. مشان الله قلقانة عليها؟ لك هي اكتر واحدة بتعرف شو عم تساوي وشو بدها تساوي. لك بحسها مخططة لكل حياتها من هي عمرها 10 سنين. ايه يا ريتني اكون مثلها. شو عم تعملي انت؟ لا تقولي لي رايحة مشوار. كنت ما اجيت لعندك. لا ماني رايحة مشوار. جاي فراس؟ لا شو يجي؟ انا المرة الماضية وقصفت رعبة من جيته. ليه؟ يعني تصوري هو هون ويخطر له ابي يجي. بس ولا مرة اجا ابوكي لهون. بركي خطر له. على حظي كله بيصير. ليه عم تتمكجي؟ عم بعمل تيست اتصلوا فيني اليوم. مين؟ لك مين بدي يسحب الحكي منك سحب انا؟ بدهم ياني بالمسلسل. حكوا معي اليوم الصبح مشان اروح بكره واخذ النص. مبروك يا لئيمة، من الصبح قايلين لك وهلا لحتى نطقتي؟ ليه؟ خايفة احسدك يعني؟ الحمد لله عم ادرس فنون جميلة. خايفة احسد حالي، حتى فراس ما قلت له وطول النهار عم بهرب منه. ولك ليه مجنونة؟ قومي خلينا نحتفل. لا ما بدي اخبر حدا. ما عم بفهم ليه؟ بس لوقع علاقة حبابة لا تقولي لحدا الله يخليكي، يعني خايفة تفقص القصة وأنا مكون طنطنا الدنيا كلياتها ونقفش. طب فيكي تمثلي وأنتي لساتك طالبة؟ إيه لأنه التصوير رح يبلش بالصيف والمخرج بيمون على العميد ورئيس قسمنا، بقى كل شيء محلول، هو هيك قال لي. عرفتي ليش بدي اتصل بلينا؟ لا ما عرفت. بدها تنبسط لك يعني؟ لك حرباية هي حرباية. لولاها ما كنت أخذت الدور، هي اللي شجعتني إنه روح وقدام. أكيد كان في براسة موال، بس على ما يبدو ما زبط. لك ما بتخلص منك شو ما عملت. بس في مشكلة. شو هي؟ إيه أنا لسه ما صرت قدام الكاميرا وحاسة رجلي عم يقصفوا، خايفة بكرة بصير هنيك ما يطلع صوتي. يا بيطلبي منهم دور صامت، لك جدبة كل الناس بصير معها هيك أول مرة. والله حاسة حالي فايتة ب 600 حيط.